رئيسة دكتور مناكد لسه بتتكلم على تحرك الشارع على مستوى العالم، تحرك بعض الحكومات، قطع العلاقات مع الكيان المحتل اللي هو يعني زي ما احنا بنقول كده بيسفك دماء الأبرياء على مرأى ومسمع من العالم كله، ولا يعتري بأي شكل من الأشكال بالقوانين الدولية ولا القوانين الإنسانية. تعالوا نقترب من هذا الأمر، وكيف تتعامل مع إسرائيل؟ إزاي بتشوف معاداة السامية المنتشر دلوقتي على مستوى العالم، وإزاي الصحافة العبرية دلوقتي بقت تحذر حتى مواطنينها في كافة دول العالم، إنه حتى هي بتقول إن هم بقوا يخافوا إن هم يظهروا هويتهم ويقولوا إن هم يهود أو يقولوا إن هم إسرائيليين لا بسبب انتشار اللاسامية على مستوى العالم. معايا للحديث عن هذا الأمر دكتور علي سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعي والسياسي بكلية الآداب جامعة حلوان. دكتور علي أهلا بيك. دكتور علي معايا؟ صباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك وسهلا دكتور علي. وبدايه كده، ازاي بتفسر انتشار هذه الظاهره، وده بياتي بكل تاكيد تزامنا مع ما يحدث ومقارنته بما كان يحدث من قبل، ولكن هذه المره يبدو انه هي المره المؤثره؟ طبعا احنا يعني عاوز على بدء، يعني احنا بنرجع لما كان هذا الاحتلال في صورته الخام الأولى. الصورة الأولى كانت طبعا أنه معروف أنه هذا الكيان تم تجميعه من مختلف دول العالم. لما نيجي نبص لفكرة النشأة جات إزاي، هي جات نتيجة الكراهية الشديدة لتصرفاتهم في الدول المختلفة. يعني هنلاقيهم في روسيا، في أوكرانيا، في ألمانيا، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية اتعملت دراسات وأبحاث، لقوا أنه شعوب هذه الدول تكره هذه الفئة. والمملكة المتحدة طبعاً يعني رأس الحربة في تكوين هذه الدولة. جات ازاي فكرة تشكيل دولة اليهود ومصطلح السامية اللي احنا بنتكلم عنه؟ هو ادعاء المظلومية مش كده؟ طبعاً. ايوه برافو بس عليك. انا بشكرك شكراً جزيلاً دكتور علي سالم، استاذ علم النفس الاجتماعي والسياسي، على كل هذه المعلومات.